تطورات متسارعة يعرفها ملف المطالبة بمحاكمة زعيم البوليزاريو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني بالتهم الثقيلة المتعلقة بجرائم الحرب والتعذيب والاغتصاب والتي تلاحقه أمام العدالة الإسبانية منذ سنة 2013. وكشفت مستجدات الملف أن الخناق يشتد أكثر فأكثر حول عنق إبراهيم غالي المتواجد في إسبانيا للعلاج من فيروس كورونا، إذ كشف الناشط الحقوقي بمخيمات تندوف الفاضل بريكا أنه رفع دعوى ضد زعيم البوليزاريو أياما قليلة قبل دخوله التراب الإسباني. وأكد الفاضل بريكا أنه وضع شكاية ضد زعيم جبهة البوليزاريو أمام القضاء الإسباني بالعاصمة مدريد يوم 13 أبريل الماضي، معبرا عن ثقته في العدالة الإسبانية وأن تأخذ القضية مجراها الطبيعي. وحسب ذات المصدر فإن القضاء الإسباني وجه استدعاء إلى إبراهيم غالي للمثول أمامه يوم 5 ماي 2021، مضيفا: نحن ننتظر من العدالة الإسبانية ولنا كامل الثقة فيها لتأخذ القضية طريقها الصحيح. الشكاية التي رفعها بريكا ضد زعيم جبهة البوليزاريو تضمنت أيضا أسماء قياديين في الجبهة، وهم البشير مصطفى السيد المستشار السياسي لإبراهيم غالي، وسيد أحمد البطل الذي يعد من كبار الجلادين أن يرتقب أن يتم استدعاؤهما أيضا من طرف القضاء الإسباني. المعركة التي يخوضها الفاضل بريكا في سبيل محاكمة قادة البوليزاريو بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها في حق الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف تشمل كذلك الجزائر، إذ أكد أنه رفع ضدها شكاية إلى الأمم المتحدة. وفي انتظار يوم الأربعاء المقبل تاريخ استدعاء القضاء الإسباني لزعيم جبهة البوليزاريو، شدد الناشط الفاضل بريكا على أنه يثق في القضاء الإسباني، وزاد: الخطوات المتخذة إلى حد الآن تبشر بالخير، وإذا لم تأخذ العدالة الإسبانية مجراها الحقيقي سنرفع شكوى إلى المحكمة الأوروبية وإلى محكمة العدل الدولية. إلى ذلك ما زال المغرب ينتظر رد الحكومة الإسبانية بشأن ترخيصها لإبراهيم غالي بدخول الأراضي الإسبانية بجواز سفر وهوية مزورين، إذ أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب ما زال ينتظر ردا مرضيا ومقنعا من الجانب الإسباني. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.